صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبلغني أحدهم أنكم أفتيتم بجواز فك السحر بالسحر، وأن هذا معلق في أحد الاستراحات المخصصة للقراءة على المرضى، فهل هذا صحيح عنكم؟ تجيب لي الفتوى، تجيب لي الفتوى المنسوبة إلي وشوف. الكذب اليوم كثير ورخيص، فتجيب لي الفتوى وشوف. أما مجرد كلام يقال، الكذب اليوم ما يشق على كثير من الناس، سهل عليهم جدا. نعم.